بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما زلنا مع المواقف الاجتماعية، الجنة في بيوتنا، العنوان الكبير. كل أسبوع بنقدم لكم موقف وبنطلب منكم ونحط لكم 4 اختيارات ونقول لكم بقى يلا ادخل كل شباب المنتدى على الموقع، اللي يعلق واللي يقول أنا تبنى الرأي الأولاني، لا أنا تبنى الرأي الثاني، واللي يدافع عن رأيه واللي يرد على الرأي الثاني، وكل ده يعمل لنا ايه؟ غنى وثراء فكري رهيب في المشاكل الاجتماعية اللي مش لاقيين حد يرد علينا فيها، او لما بيترد علينا بيبقى رد مقتطب. لكن لما كل الاربع اراء تتعرض والناس تتعارك مع بعضها وترد على بعضها، يحصل ثراء فكري ويبدأ المستشار الاجتماعي يرد وابدأ انا ارد، ويبقى عندنا مرجع كده كبير للمواقف الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية. لذلك انا برجو كل اعضاء المنتدى يقوا الموقف، هتلاقوه على عمرو خالد دوت نت ويعلقوا عليه وندخل في المناقشات الساخنه دي، وفي الاخر نوصل لتصور نهائي. فارجوكم ارجوكم تهتموا بهذه المواقف الاجتماعيه، شباب المنتدى وعلى عمرو خالد دوت نت، وكل اللي يسمع الفيديو ده يقوم داخل على طول على الموقع، هيلاقي الموقف اللي انا هحكيه دلوقتي موجود مكتوب وتحتيه الـ4 الاختيارات، يصوت ويختار الاجابه اللي تعجبه وبعدين يبدا يعلق ويقول اراءه. تعالوا نعرض الموقف بتاع المرة دي. الموقف بتاع المرة دي موقف يعني اجتماعي، لكنه في نفس الوقت بيخص كتير من شبابنا اللي بيبحثوا عن عمل او اللي عندهم طموح ونية كبيرة في عمل معين. الموقف اسمه معلم ام بائع سندوتشات. معلم ام بائع سندوتشات. الموقف بيقول: محمد شاب طموح متفوق، تخرج من كلية تربية علشان نفسه يكون مدرس، بنية كبيرة ان هو عايز يخدم الأمة ويخدم الإسلام ويخدم بلده ويخدم قضية النهضة من خلال التعليم، لان اول اولويات او اول خطوة للنهضة التعليم والتدريس، وهو حاسس بنفسه هيكون مدرس ناجح. طموح متفوق، طلع التاني على الدفعة في كلية التربية، لكنه فوجئ انه ما تعينش في الكلية كمعيد، وفوجئ كمان انه فضل يبحث عن عمل بعد ما تخرج لمدة سنة مش لاقي عمل، يدور على عمل، عايز يبقى مدرس، وبدأ يحس ان كل الحلم ها بس فات سنة بس، ها طب سنة كتير ولا سنة قليل معرفش ومش هقول. وفي وسط دون خاله عايش في لبنان، انا بصور دلوقتي من لبنان، ويمكن القصة اللي انا بحكيها قصة حقيقية، وانا كتبتها بعد ما قابلت محمد دون. يعني انا بحكي لكم القصة، لكن محمد قابلني في لبنان. محمد بعد ما جه لبنان، خاله عنده محل بيع سندوتشات في لبنان، قال له تعال اشتغل معايا وتقف في المحل تبيع سندوتشات بدل ما انت قاعد ما بتشتغلش، وقدامه فرصة عمل يبيع سندوتشات في بلد آخر في لبنان. لو انت مكان محمد تنصح محمد بإيه؟ هديك 4 اختيارات. الاختيار الأولاني يقبل العمل في محل السندوتشات فورا ويسافر ويشتغل في محل السندوتشات، لأن العمل قيمة كبيرة، ويتفرغ ليه ويكبر محل خاله ومحدش عارف الرزق جاي منين، ومش مهم التدريس بس الشغل مهم. دون الاختيار الأولاني، يسافر فورا ويشتغل بائع سندوتشات وينسى التدريس ويكبر شغل المحل. الاختيار الثاني يرفض العمل في محل السندوتشات، لا مش هشتغل في السندوتشات، أنا راجل صاحب رسالة وربنا اداني موهبة فيها، أنا هفضل أنتظر وأبحث وأقدم السيرة الذاتية والسي في بتاعتي في المجال اللي أنا بحبه، لأن أنا أصلا متفوق وعندي نية، وربنا مش هيضيع نيتي واشتغل في التدريس إن شاء الله بعد 2 3 سنين لما ألاقي شغل. الأولاني ولا التاني؟ الاختيار التالت يدور على تخصص جديد له مجالات في سوق العمل الناس بتدور عليها، ويروح يبدأ يدرس من أول وجديد. وإيه يعني هو طموح؟ ويدرس في المجال الجديد، بس المرة دي هيدرس في حاجة هو عارف إن في سوق العمل فيها احتياج، والواحد يقدر يخدم الإسلام من كل مجال مش لازم من مجال التدريس. يغير تخصصه بس ما يشتغلش في بيع السندوتشات، ويشتغل في مجال جديد يتناسب مع طموحه، وإن كان بيع السندوتشات مش عيب، محدش يفهم كلامي غلط، لكن هو كان متخصص في إيه فيروح
ده الاختيار الثالث. الاختيار الرابع يسافر ويشتغل في محل السندوتشات ويوصي اي حد في المستقبل وما يبقاش ناوي ان هو يعيش لموضوع السندوتشات، لكن يطلب من اي حد لو لقاله شغل في مجال عمله هيسيب السندوتشات ويرجع لمجال عمله. تختار انهي اجابة من الاربعة؟ يقبل فورا ويشتغل، يرفض العمل ويفضل مصر ان انا هنجح في مجالي، يغير الكارير بتاعه او يغير التخصص بتاعه ويدرس من في مجال ثالث، يشتغل في السندوتشات مرحليا لما تبقى تيجي فرصة. ايه رأيك تختار انه واحد؟ اللي انا بحكيه ده شباب عربي كتير موجود في بلاد مختلفة في اوروبا وامريكا او حتى جوه بلاده، مش لازم يسافر برا، عنده نفس المشكلة دي. تنصحه بايه؟ انا متخيل ان مش مهم بس ان انت تصوت وتقول اخترت الف، اخترت الاجابة واحد او اتنين او تلاتة او اربعة، لا احنا عايزين منك اكتر من كده عشان يساعد الشباب دول. تعالوا نفكر مع بعض، ادخل وعلق وعلق كتير، ومفيش مانع انك بعد ما تقرا الناس كاتبه ايه تغير رايك، ايه المشكله؟ وبعدين يدخل مستشار اجتماعي علق، وبعدين ادخل انا اعلق، نستفيد كلنا ونحفظ القصه دي موجوده على الموقع، ويبقى كل اسبوع موقف جديد وانتوا هتاخدوا ثواب كبير لما تخشوا كلكم تعلقوا ونستفيد كلنا ذهنيا وفكريا. اشكركم جدا جدا جدا، واشوفكم الاسبوع اللي جاي مع موقف جديد من المواقف الاجتماعية والجنة في بيوتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.